شريف، شوط عكس الشوط الاول، والف مبروك. مبروك مبروك ان احنا خرجنا من المجهول، خد بالك من لعب المجهول بجد النهارده يعني. ف اداء الضغط والتغييرات اللي حصلت عملت استحواذ للنادي الاهلي كامل في الشوط الثاني، ما شفناش الفرقه الثانيه غير في كوره او كورنر على ما اعتقد، وانقذ الشناوي براعه الحقيقه، ودي كانت خطفه. كان اسامه واقف جنبنا بيقول لنا انا حاسس ان انا هخش قلقني قبلها. لا ده قبلها بثانيه الراجل طار طلعها من المقص. ما هي دي الكوره عشان الناس تفهم ان ما فيش حاجه اسمها فرقه ما عندهاش انياب او ما عندهاش فرص او ما ينفعش، ما مش هتروح لل 18 بتاعك، لازم انت اللي بتتحكم في ظروف الامور كلها. دايما اتحكمت كده ولعبت بشخصيه تانية خالص الشوط الثاني، قلنا بلاش ننزل راكبين الجيم قبل ما نلعب، هنكسب في اي وقت. لا مش هتكسب في اي وقت. ف اداء اللاعبين وخاصه الهجوميه الشوط الثاني، الشوط الثاني، وبعدين نزود برضو بعض التغييرات اللي حصلت، المطالبه اللي احنا طالبنا بيها كلنا، وجود اذا كان بيرستاو او قفشه. وواضح ان قفشه مع فرقه زي دي بلاي ميكر هايل، وعمل الجون الثالث حلو قوي، وعنده رؤيه وعنده باص وعنده هدوء. ففي الفرق اللي بتبقى متسرعه دي شويه. احنا انت سالتني بتلعب الفرقه دي بتلعب باني طريقه؟ قلت لك 4-5-1، مفاجاه لقيناهم 4-4-2، مفاجاه لقيناهم 4-3. فرق عشوائيه احنا مش عارفين منهم اي حاجه، بس عندهم سرعات وبيجربوا وبيشوطوا من اي حته، والملعب مساعدهم. يمكن ملعبهم مش هيبقى زي الملعب ده، يعني هم بيلعبوا هنا على ملعب زي ده مديهم حريه ازاي يمسكوا الكره شويه، ازاي يجروا، ازاي مبسوطين يعني هم في الملعب ده، وبيطلعوا اي حاجه عندهم. احنا اللي عندنا بقى عوده من اجازات، واخد 7 ايام اجازه، فمن الطبيعي انك انت عشان تخش جوه الجيم وتعمل السبرنتات بتاعتك وتدوس على كورتك وتعدي من واحد واثنين، يبقى عندك الثقه، بتاخد سبيس يعني. منهم ناس راحوا لعبوا في المنتخب، وفي ناس راحت المنتخب ما لعبتش. انا عارفهم يعني، بيرجعوا لك ممكن يرجع نفسيا كمان متضايق. منهم امام عاشور مثلا متضايق، عبد المنعم لعب ماتش يعني. فبتبقى في حالات نفسيه جوه الفرقه. حسين شحات يعني الراجل النهارده مصمم ان حسين الشحات يبقى موجود لغايه اما جاب الجول وعمل جول. ف هو مجمل المباراه كلها ايمن ان احنا عايزين اللي حصل ده من البدايه. بس احنا كنا عايزينه من البدايه. ليه؟ لان ده المباراه دي انت ما هنرجع تاني زي السنه اللي فاتت ونتاخر في حاجات ونعمل، ما عملناش حسابنا في فرق، وبعدين قال لك اصل ضرب الجزاء هي اللي دخلت. لا احنا مش عايزين القصه دي، احنا عايزين نطلع اول مجموعه باذن الله، بنكسب جوه وبره، وعندك الامكانيه لكده، وعندك الشواهد النهارده يعني. لازم اللي حصل فينا النهارده ده والتاخر اللي احنا عملناه بايدينا ده ما يكونش موجود لا هنا ولا في اللي جاي، لان انت هتلاعب فرقه اقوى من الفرقه دي. شباب بوليسدان فرقه كويسه جدا، يونج افريكان دول كويسين. صحيح. لازم انت عندك الاستعداد الفني لكل مباراه. انا بقرا الخصم كويس قوي وبتعامل معاه، وعندك امكانيه كويسه قوي. يعني ايه النحراره اللي حصلت لما اتزنقنا؟ طب ما النحراره دي تحصل من الاول خالص يعني. ما حصلش اي حاجه، الف مبروك. وهنتكلم مع ضيوفنا ومع كباتن كلهم في الفنيات. اعتقد ان مستر كولر كل يوم بيكتسب خبرات في اشياء فنيه بتبقى جوه الملعب. يعني اذا كان النهارده بيلعب بكريم فؤاد، شاف كريم النهارده الفترات كويس. اذا كان رجع هايل تاني لل كان هايل كريم فؤاد، كان كويس والله. طبعا في الفتره بالنسبه ان هو بقاله فتره ما بيلعبش. فبالنسبه لبيرستاو رجع زي ما قال عادل مثلا لمكانه الطبيعي. فحصل النهارده تدوير لفكر مدير فني، ومن حقه، من حقه ان هو يشوف لعيبه جايه تعبانه من المنتخب، لعيبه جايه نفسيتها ما... لا بيحاول ابره وفتله كده، بيحط اماكن تقدر تعمل حاله تعويضيه، لان انت عندك مساحات كتيره قوي الفتره اللي جايه هتحتاج. انت عندك يوم الثلاث ماتش، مظبوط، بعد يوم الثلاث هيبقى السبت.
يعني عندك برضو داخل محتاج كل اللعيبه معاه. اه وكلنا قلنا هنا يغير محمد هاني ويرجع كريم فؤاد يمين. يعني انت عندك الافكار وعندك اللعيبه اللي هي عندك الحلول، عندك بنسميها ريبليسمنت، يعني عندك الجواكر اللي هي تقدر تحل لك اي مشكله بتحصل في اي مباراه. ولكن سيظل بالنسبه للانديه الكبيره والنادي الاهلي خاصه الهدف الاول، سرعه انهاء المباراه من اول المباراه، مش بترجع تضغط على نفسك عشان يبقى الحلول موجوده في الشوط الثاني، او الحلول في التغييرات. ودايما في حطه الفرقه وانت بتحط فرقه لازم يبقى عندك بلاي ميكر صريح مع اي فرقه بتلعب بره او جوه. يعني بتلعب بره مش هلعب بالديفندرز كلهم بقى، طب مين اللي هيوديني على الجول؟ يبقى هطلب من امام عاشور يبقى ديفندر وبلاي ميكر وفرويد لا هطلب من حسين الشحات يبقى ديفندر وبلاي ميكر وفرويد، هطلب من بيرسيتاو لما تروح تبقى ترجع كمان معانا. لا لازم ابقى حاطط الخطه بتاعتي باحد عناصر اللاعبين اللي بتوفر لي، اللي بيطلعني يمين وبيطلعني شمال، اللي عنده ازاي يتحكم في الكوره ويدي الباس، ونبقى واثقين في بعض. انت كل يوم هتدخل لي واحد عنصر جديد مع هارموني معين، مش هت يعني الحكايه مش هتبقى، يعني انت مش هتشوف كهربا في الماتش اللي جاي صح؟ ليه؟ الايقاف خلص؟ متهيألي الايقاف خلص لما يبتدي الماتش الجاي، مش ممكن. ست ماتشات خلصوا؟ سته خلصوا؟ اعتقد ست مباريات بتاعي لسه ماتش، يعني ما اعتقدش خمسه هيقولوا لنا بس في الاعداد. مش كان اخر ماتش لا كان في مباراه من الموسم اللي فات مباراه الموسم اللي فات وعندك خمسه الموسم ده يعني. كده الست عدوا اي بقى، يعني بدايه كويسه النهارده وثقه لعوده لكهربا ان هو للشكل التهديفي اللي برده كان محتاجه طبعا. دي من الحاجات الكتير، اللعيبه اللي جابت الاجوال كمان. الجول ده لما انت بتجيب جول دي حكايه ثانيه خالص، وشفت اللعيب بيبقى فرحان وبيروح للناس وبتاع، هو خلاص رجله راحت على الجول، رجله قبلت الجول خلاص، وبقت في تعارف، في عندي ثقه، في عندي اشوط وباصي واعمل وان تو، في حاجات كتير قوي عندهم فنيات كبيره قوي، ولكن الثقه هي اللي بتحدد كل شيء. مبروك النهارده وعقبال الماتشات اللي جايه كلها باذن الله يا رب.